السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خاطرة، المباراة 90 دقيقة، المسلسل 60 دقيقة، الفيلم 130 دقيقة، الصلاة 5 دقائق، الجنة مدى الحياة وجهنم مدى الحياة. للعقول الراقية تأملوها على الواتساب 300 صديق، على الفيسبوك 500 صديق، على الهاتف 80 صديق، وفي الحارة 50 صديق، في الشدة صديق واحد، وفي جنازتك أهلك، وفي قبرك وحدك. لا تستغرب، فهذه هي الحياة حقيقة. لا ينفعك إلا صلاتك. إذا وجدت غبارا على مصحفك فابكي على نفسك. فمن ترك قراءة القرآن 3 أيام من غير عذر سمي هاجرا. ملاحظة، لا أجبرك على إرسالها، ولكن امتثالا لقول الله تعالى: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. عالم غريب، جنازة تلو الأخرى، وفاة بعد وفاة، وأخبار الموت كالصواعق. فلان بحادث سيارة، وآخر بمرض، وآخر كان يمشي وسقط. كلهم تركوا الدنيا وراء ظهورهم ودفناهم تحت التراب. فحتما سيأتي يومي ويومك، فجهز العدة لسفر ليس له رجوع. اللهم ثبتنا على دينك وحسن عبادتك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم آمين. اللهم حرم النار على من نشر هذه الرسالة ووزعها بين